يسعدني أن أرحب بسعادتكم بغرفة الرياض في هذا اللقاء الذي نشكر لكم حضوره للتعريف بنظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني والذي أطلقته الوزارة مؤخرا. ولا يخفى على سعادتكم أن التعاملات الإلكترونية باتت مطلبا ملحا لتسيير الكثير من الأمور الإجرائية، وإننا نشكر الوزارة وسعادتكم على تنفيذ هذه الخطوة تجاه تيسير إجراءات الإعفاءات الجمركية في إطار دعم وتعزيز متطلبات الصناعة. إن مثل هذه الخطوة إنما تزيدنا تفاؤلا بأن الوزارة ساعية في تعزيز هذا القطاع من خلال تسهيل الإجراءات والعمل على معالجة الكثير من المعوقات التي تعترض عنق المنتج السعودي. الأخوة الحضور، حقيقة أنا أشكركم جدا على هذا اللقاء الجميل، وأشكر الأخوة في الغرفة التجارية على تنظيم هذا اللقاء، وأشكر أخي أحمد سليمان الراجحي على كذلك جهود تنظيم اللقاء، وعلى جهوده حقيقة في خدمة الصناعيين، هو والأخوة في أعضاء اللجنة الصناعية جهودهم رائعة، جهودهم حقيقة داعمة. نحن نعمل معهم بتكاتف ونعمل لتحقيق مصلحة الصناعة، فنشكرهم على تطوعهم في هذه اللجنة والجهود اللي يقومون فيها، ونحن حقيقة نقدر ما يقومون فيه، ودائما نعمل في تناسق وتناغم لخدمتكم.